ممكن عليكم مدخل. السلام والرحمة. ممكن مدخل إخواني؟ طبعا إذا تشوف أخوك أخونا الجزائري تحت قبلك، إذا تفاهمتوا مع بعض. لا لا معليش، أنا غادي نقول كلمة برك ونهبط ونهبط. يمكن حتى هو يقول كلمة بس. تفضل يا دري دوك، زيد نعطيهم كلمة حتى أنا. شكرا وليد بلادي، ربي عايشك. أنا حبيت نقول لك خويا، فرنسا خدات الأرض من المغرب ومدتها للجزائر تاعنا، ولكن خدات الأرض سيتو، ما خدتش الناس. حنا الناس، أنا وحدة من الناس، جدودي كلهم جزائريين، يقول لك مانيش جزائري، أنا أصلي مغربي. حنا ناس تلمسان وناس مغنية، ماناش جزائريين، حنا أصلنا مغربي، حنا جزائريين بالسيف علينا. وما نجموش يا خويا نقولوا حنايا المغاربة، ما نجموش ننطقوا كلمة المغرب في الجزائر. كون نطقوا كلمة المغرب في الجزائر يدونا الحراش ديالك، يديروا فينا التير، التير يا خويا يديروا فينا هاد الناس. أنا مانيش عارفه هاد الناس علاش بالسيف بغاو يكونوا، عرفتي خويا، نمشيو للاداره نديروا شي ورقه ولا نديروا كاش حاجه، يقولوا لنا انتم المراركه، انتم المراركه. حنا بروحنا يعايرونا بالمراركه، حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني داخل التراب الجزائري، داخل التراب الجزائر، والله العظيم الناس تلمسان مغنيه، كي يروحوا يجيبوا من الاداره شي ورقه يقولوا لنا انتم المراركه، ما راكمش جزائريين. هما ما معترفينش بينا اصلا حنا جزائريين، ولكن كونتر على المروك يقولوا لك بالسيف عليك، خصك تقول انت جزائري. انا جدودي ما هم جزائريين، انا جدودي مراركه، وافتخر بان جدودي من الساقيه الحمراء. بالسيف عليا نقول انا جزائريه، وانا نقدر نحكي انا جدود، انا جدي لا لا انا بالسيف عليا كون نحكي يدوني الحرج ديريكت. انا جدي حشاوله الشيفون في فمه، كي قال انا اصلي مغربي. اصلي مغربي، نعم اصلي مغربي، انا جزائري اصولي مغربيه، انا تلمسان مغنيه، راها ارضي وارض جدودي اللي هي مغربيه.